أنا طيب لي فينا سوى خيب لي فينا أحب الجميل وعثرة الحظ قتالا طبت قول وطاب سلطان بن عباس وإذا خبت من أخال وابوي في حالة هني والله اللي لا بشعر ولا حساس يمره كلام الناس ما حز في باله اللي يحسبون الشاعر اسعد على اساس الشاعر يجامل عندك ويصدق الحالة لو انك تشوفه مفتاح بته وجواله تكثر تقسمك في القصايد وفي الاحساس عرفت ان كثير اللي يعنيه ما قاله تفاصيل شكل الادمي ما هي بمقياس الاشكال يمكن ما توصل كل وقفة وكلمة راس من الطيب اللي عدك من أوسط عياله يحنك ولا وده يحرمك من النماس ولا وده تخيب ظنونه ولا ماله تعودت مصدم طيب سوى خيب لي في ناس أحب الجميل وعثرة الحظ قتاله في ذا طب تقول طاب سلطان بن عباس وإذا خبت ما نخاف